من أحاديث الفتن المذكورة في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: يكثر الهرج. ما هو الهرج؟ القتل. ولذا قل أن يمضي يوم من هذه الأيام التي نعيشها إلا وتسمع عبر وسائل الأعلام تلك الأعداد الهائلة من القتلى. ومن الأحاديث المذكورة في الفتن في صحيح البخاري أن يحمل السلاح على المسلمين وأن تسفك الدماء المعصومة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل علينا السلاح ليس منا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: ستكون فتن، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به، يعود ويتحصن. بماذا؟ إذا اشتبهت الأمور على الناس ولم يعرفوا الحق من الباطل عليه أن يعتزل إذا كانت لا قدرة له في إنكار المنكر. إلى أين يذهب؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وعند مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق بغنمه، من كانت له أرض فليلحق بأرضه. قالوا: يا رسول الله، إن لم يكن له ذلك؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق بحده على حجر ثم ينجو إن استطاع. ورد في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وآله وسلم: فلتكن خير ابني آدم، يعني لتكن المقتول ولا تكن القاتل.